ما هي قصة يوم عاشوراء؟ This is the day of Ashura. It's the very kind and the very best day. This is the day saved Allah saved Musa and Bani Israel from the disaster of Fir'aun. Fir'aun تبع موسى وقومه بمليون وستمية ألف جندي كما نقل ذلك الطبري وقاله ابن كثير كما جاء في التفسير ولا يصح فيه حديث مرفوع إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. فرعون جمع كل الناس وتبع موسى عليه الصلاة والسلام. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى the companions of Musa إنا لمدركون will be past will be never past and the فرعون will be reached us and will be captured us. فرعون حيجيبنا سيقبض علينا. قال كلا no and never no. قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله saved us الله help us. يقين توكل بالله تبارك وتعالى. فأمره الله عز وجل أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالصوت العظيم من على اليمين بحر ومن على اليسار بحر وفي الوسط فاضرب لهم طريقا في البحر يبثا لا تخاف دركا ولا تخشى. Never be afraid of فرعون and the soldiers of فرعون. ونجا موسى ودخل فرعون غره حلم ربه لما رأى الأرض يابسة دخل فأطبق الله تبارك وتعالى عليه البحر and he will be drowned and will be drowned under the water of the sea وأصبح تحت ماء البحر غريقا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. في الصحيح قدم النبي المدينة فولد اليهود عليهم لعنة الله يصومون ذلك اليوم. قال لما؟ قالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. قال نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. We are the closer to Musa or you. نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة.